حسين بالسيوف مقطع متخضب بدمائه مستشهد عار بلا كفن صريع في الثرى تحت الحوافر والسنابك والطيبون بنو والطيبون بنوك من حولي والطيبون بنوك على الثرى فوق الصعيد ذبائح لا تؤي يا جد من ثكلي وعظم مصيبتي لما أعاينه أقوم وأقعد يا جد قايد منع الفرات وقتلوا يا عطاشا فكان منا يا جد قد منع الفرات وقتلوا عطشا فكان من الدماء المورد يا جد إن الكلب يشرب آمنا يا جد إن الكلب يشرب آمنا ريّا ونحن من الفرايات نطرد يا جد شوف بين الدهر شفته يا جد شوف بين الدهر شفته اي والله يا جد شوف بين الدهر شفته مشيت ميسرة وحسين والله شفته يا ذبيح ويابس من العطش شفته يا جدي يا جدي يا جدي شوف بين الدهر شفت مشيت ميسرة وحسين شفت ذبيح ويابسة من العطاش شفت ولا واحد سقى قطرة أمي ولا واحد سقى قطرة أمي يا
أجد بالسير ويا الظعن يا جاي. يا جاد ابن معاري ولا ثوب يا جاد شلون امشي واخل ابنك رمي يا جد شلون امشي واخل ابنك رمي قال الإمام زين العابدين عليه السلام لما مروا بنا على مصارع القتلى رأيت أهلي مجزرين كالأضاحي هذا من هو نائم على يمينه وذاك على شماله وآخر على قفا وقد رأيت أبي الحسين مقلوبا على وجهه وقد كسرت خاطر عمتي زينب لما رأت الحسين بذاك الحال أهوت أن تقع عليه من على ظهر الناقة وهي تقول أنت ابن أبي أنت أخي أنت ابن أمي أنت حسين أيوة حسين صاحت نايمة خي شلون نومة شلون نايمة وحر الشمس غير رسومة يا وفاق الجتل سلمى يا وهدوم قال الإمام وقد انكشف عن بصر عمتي زينب سلام الله عليها رأت جدها رسول الله صلى الله عليه وآله حافي القدمين حاسرا بلا عمامة قابضا على شيبته وهو يقول وولدا وحسينا بني قتلوك وما عرفوا من جدك ومن أبوك وهذه حقيقة يذكرها ابن كثير في تاريخه البداية والنهاية يقول الرواية طبعا عن ابن عباس رضوان الله عليه قال ابن عباس وفي يوم عاشوراء في يوم العاشر من عاشوراء كنت نائما في بيتنا بعالم المنام وإذ أرى رسول الله صلى الله عليه وآله أشعثا أغبرا حافيا حاسرا بيده قارورة هذا ابن كثير ذكره في مجلد الرابع من كتابه بيده قارورة مملوءة دم شوي انتبهوا شباب جماعة أيها المؤمنون وين ما تسمعني لأن هي مو مجرد يعني أنا أذكر الرواية هاي مجرد أذكر الرواية أو هي اعتباط أو أريد أملأ فراغ أو أقضي وقت لا هذا هو هدفنا ونا معنى إذا أدركته أنت أهل لذلك حقيقة إذا أدركت هذا يقول وبين يدي وبيد رسول الله قارورة مملوءة دم يقول أشوف النبي بهذا الحال وهذا الدم شايله فقلت أين كنت يا رسول الله قال كنت بكربلاء وما تصنع قال كنت ألتقط دماء الحسين ما قال أجمع قال ألتقط
لأن الشيء المثمر يلقطونه، الشيء الثمين الثمر يلقطونه يختارونه. وعلى هذا أمثلة كثيرة. يقول: فأخذت ألتقط دم الحسين ودماء أهل بيته ودماء أصحابه، بما في أصحابه جون رجل فقير أسود اللون، كان خادما لأبي ذر الغفاري. لما توفي أبو ذر الغفاري رضوان الله عليه بقي في بيت علي بن أبي طالب، وعاش في هذا البيت أيام الإمام وأيام الحسن وأيام الحسين. لما جاء الحسين إلى كربلاء كان جون برفقة الحسين. لما حدثت حادثة الطف، الحسين عليه السلام جمع أصحابه والتفت إلى جون، قال: أنت تبعتنا على العافية، والآن نحن هذا حالنا، هل تشوف اللي صار؟ فأنا أأذن لك أن ترجع إلى بيتك وتلحق بأهلك وعيالك. فجون انتفض متأثر، قال: لسيدي في الرخاء ألحس قصاعكم وفي الشدائد أفارقكم، إن حسبي للئيم ولوني لأسود وريحي نتن، أما ترضى أن يطيب بطيبكم وأن يختلط دمي بدمكم وألحق بركابكم؟ فشكره الحسين وبقي جون وقاتل دون الحسين وقتل. الإمام الحسين لما قال لجون بهالكلام قال: اللهم بيض وجه جون وطيب ريحه. لما قتل جون وقتل الحسين وأهل بيته وبقوا 3 أيام على وجه الصعيد بغير غسل ولا كفن ولا دفن، وجاء بنو أسد ليدفنوا الحسين وأهل بيته في قضية مفصلة، وقفوا على جثة غارقة بالدم، لكن هذه الجثة صاحبها أبيض كأنه اللجين الأبيض صاحبها، ثم تهب منه رائحة طيبة كرائحة المسك والعنبر، رائحة طيبة من عنده. وبعد تدري لما واحد مقتول وغارق بدمه وثلاثة أيام مر عليه والدم بعد زفرة بي نتانة بي ريحة ميت، هذا لا، رائحة طيبة لونه أبيض كأنه القمر في ليلة البدر جميل، تهب منه هاي الرائحة اللي واحد يحب أن يشممها ويذوقها ويخلي منها. فتعجبوا سألوا زين العابدين قالوا: مولانا من هذا من القتلى؟ فقال الإمام: هذا جون مولى أبي ذر. قالوا: سمعنا به أنه أسود وأنه كذا وكذا، شلون هذا أبيض شلون الرائحة؟ قال: هذا بدعاء أبي عبد الله الحسين، لأن الحسين دعا له أن يبيض الله وجهه وأن يطيب ريحه، فصار بهذا الشكل. وفي يوم القيامة بعد أكثر وأجل تشوفونه يحشر مع محمد وآل محمد. هذا من أصحاب الحسين، هيك رائحته وهيك وجهه وهيك لونه وهيك كذا. النبي صلى الله عليه وآله لما جمع دم الحسين ودماء أهل بيته ما خلى أصحابه، جمع دماءهم بما فيهم جون، وهما طريقان، طريق مستقيم وطريق معوج، طريق يدعو إلى الرحمن وطريق يدعو إلى الشيطان، ملتفت؟ ودعاء الرحمن الطريق اللي يدعو للرحمن معروف إخواني وله أغل
وطريق الشيطان هم معروف وهم إلى أهل. فعلى كل حال هنا يعلق أحدهم يقول سأل، يقول هنا الخبر يقول ابن عباس سألت النبي قلت له يا رسول الله هاي الدماء وين تريد بيها؟ ما أخذها بما فيها دمجون. قال لأضعها عند عرش الله سبحانه وتعالى إلى يوم القيامة، خليها بذاك المكان. احنا عندنا يذكرها هذه الشيخ الصدوق فيما لا يحضره الفقيه أن الإمام الصادق سلام الله عليه قال ليوسف ليونس بن ظبيان، يونس بن ظبيان كان قاعد بمجلس الإمام عليه السلام وجابه وذكر الحسين، فهنا يونس بن ظبيان قال للصادق قال له سيدي أنا لما يذكر الحسين يخفق قلبي، صير خفقة في قلبي. قال له وأنت يخفق قلبك، وأنت يخفق قلبك عندما يذكر الحسين أو تذكر الحسين؟ قال له نعم. قال له إذن أنت في مستوى عالي راقي وتستاهل أن أسولف وياك. مو أكو واحد مو يم الحسين وتجي تسولف لي على الحسين، لا تعب روحك. واقع تشوفه هو تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، شوفه يتنوع لك بس ما يشوفك ومو بالعالم وما مصدق وما يعتقد بهالموضوع هذا. فمو من العقل تحدثه وتسولف وياه، تسولف ويا الإنسان اللي هو يؤمن يعقل هذا الكلام. قال له يا يونس إذا أردت زيارة الحسين عليه السلام فقف عند باب حرمه وقل السلام عليك يا قتيل الله وابن قتيله، السلام عليك أيها الوتر الموتور، إلى أن قال له وقل له أشهد أن دمك سكن في الخلد، أشهد أن دمك سكن في الخلد، واهتزت له أو كذا بعبارة أخرى أظلة العرش، نعم أو أركان العرش، هذا كلام الإمام سلام الله عليه، وأشهد أنه بكاك من في السماوات ومن في الأرض، هذا الإمام الصادق يقول سبحان، وأشهد أن بكاك ما يرى وما لا يرى، وبكاك أهل الجنة وأهل النار، ولكل كلمة يحتاج أن نفقهها ولها فلسفة. فإذا مثل أهل الجنة بكوا على الحسين ممكن بها مجال، لكن أهل الفقه يعني نريد نفهم فقه بكاء أهل النار على الحسين، شلون بكوا على الحسين أهل النار؟ على أي حال فهنا شو يقول له؟ يقول له أشهد أن دمك سكن في الخلق، ارتعدت له أظلة العرش. ليه؟ شو الكلام؟ نعم اهتزت له اقشعرت له كذا، جزاك الله خير، أظلة العرش دم الحسين عليه السلام. هنا لما يقول له هذا الدم وين ماخذه؟ قال له لأضعه على عرش الله أو عند عرش الله. بعض الناس يقول لك يا باش شلون دم جايبه ويحطه بالعرش وعظمة العرش؟ أولا اسمع وشوية فك ذهنك وحضر عقليتك، الله خلق نبينا محمد وأهل بيته قبل أن يخلق الكون 20,000 عام،
وقبل أن يخلق آدم خلق الله محمد وآل محمد. والدليل على كلامي كلام الزهراء ومر على ماذا سامعكم، لكن من باب المذاكرة لما تأكد هذا الكلام وتقول وأشهد أن أبي محمدا عبده ورسوله اختاره قبل أن أرسله وسماه قبل أن اشتباه واصطفاه قبل أن ابتعثه إذ الخلائق بالغيب مكنونة. نعم، إذ الخلائق بالغيب مكنونة وكذا بأساوير الدغر مصونة علما منه لما يلي الأمور وإحاطة بحوادث الدهور ومعرفة بمواقع المقدور ابتعثه الله إتماما لأمره وعزيمة لأمضاء حكمه ونفاذا لمقادير حتمه. فرأى الأمم فرقا في أديانها أكفا على نيرانها عابدة لأوثانها منكرة لله مع عرفانها فأنار الله بأبي محمد ظلمها. ابتعثه إتماما لأمره وهو القائل إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وأشهد أن أبي محمدا عبده ورسوله اختاره قبل أن أرسله وسماه قبل أن اشتباه واصطفاه قبل أن ابتعث. شوكت إذ الخلائق بالغيب مكنونة وبستر الأغاويل مصونة، لا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا كواكب ولا السماء دخان ولا ما ذاك. فالله خلق محمد وآل محمد وكونه وتمم أمر به سبحانه وتعالى. ولما خلق الخلائق أعرضها، أعرض عليهم محمد وآل محمد، فمن قبل ولايتهم الله جعله في نعم وظيفة عالية، واللي أنكر في وظيفة ناصية. فالذي آمن بمحمد وآل محمد فصار من أهل الجنة، والذي أنكر محمد وآل محمد فهو من أهل النار. ملتفت؟ اللي ينكر النبي وأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله. وقد اجتمعت كلمة المسلمين على محبة محمد وآل محمد، وفرض الله محبة محمد وآل محمد على كل مسلم ومسلمة وعلى العالم أجمع. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فأجر الرسالة محبة محمد وآل محمد. وما فرض الله محبة الناس الآخرين، ما فرض محبتهم على محمد وآل محمد، بل فرض محبة محمد وآل محمد على الخلق أجمعين. صلوا على محمد. فهذا العرش ما صار عرش إلا بعد قبوله محبة النبي واتباع النبي وأهل بيته. وكذا ولذا نقرأ احنا بالجامعة، هاي مو ماذا بعضهم ما منتبهنا، نقرأ بالجامعة اللي هي من كلمات عاشر أئمة المسلمين الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه. وطأطأ كل شريف لشرفكم، وبخع كل عظيم لعظمتكم، وذل كل شيء لكم. فبمعنى العرش، الكرسي، اللوح، الجنة، النار، مو شكل. لا تقول هاي مبالغة، هذا المأثور على أهل البيت. وأنا أحكي وروح هناك أنت للمأثور للكتب اللي تحكي هذا حتى يذكرها المؤلف والمخالف، شقيكين حركين كذا. لا تذهب جام غضبك علي، هذه اللي أنقل لك هاي القضية، هذا موجود. وهذا مما يقره أهل البيت سلام الله عليهم، لوح، قلم، عرش، كرسي، نعم، جنة، نار، أنبياء، مخلوقات، هذه كلها خلقها على أساس محبة محمد وآل محمد. وما خلقت سماء مبنية ولا أرضا
أرضاً مدحية ولا شمساً مضيئة ولا قمراً منير ولا فلكاً يدور ولا كائن ولا مكون إلا من أجل هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. قال جبريل: يا رب ومن هم؟ قال: هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال له: وين تاخذ هاي الدماء ابن عباس؟ قال له: لا اضعناك على عند عرش الله فلا تعجب يعني. بس هناك سؤال يقول: اذا عرفنا الحسين قتل بكربلاء وهذا قبره مرفوع على عظامه، هاي عظام الحسين هنا، ودم الحسين اخذ رسول الله في قاروره وأودعه عند العرش، فهذا فهمنا دم الحسين وين وعظام الحسين وين. ظل عندنا شيء ثالث، إذن روح الحسين وين؟ روح أبا عبد الله. شو يقول هذا العالم؟ يقول: هذا مما لا يجيب عليه ولا مليون مثل الشيخ المفيد أو مثل الشيخ الصدوق، فهذا سر لا يعلمه إلا الله. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. يقولون هاي سورة الفجر سورة الحسين، يعني مو معنى أفسر لك هاي، لا، يقول لك هذا إذا الروح الحسين وين؟ روحك يا أبا عبد الله، سلام الله على أبي عبد الله الحسين. فعلى العموم يا أعزائي، زينب انكشف عن بصرها يوم مرورها على مصارع القتلى، ورأت جدها رسول الله صلى الله عليه وآله واقفا قابضا على شيبته حافيا القدمين حاسرا بلا عمامة، وهو يقول: وولدا وحسينا قتلوك وما عرفوا من جدك ومن أبوك. أما زينب قالت: السلام عليك يا جدا، يا رسول الله، هذا حسينك بالعرى، مقطع الأعضاء، مسلوب العمامة والردى، مذبوح من القفاء، أيوا حسينا. تقل يا جد قوم شاف حسين مذبوح، يا جد قوم شاف حسين مذبوح. إيه على الشاط وعلى التربان ما طروح، يا جدي ما بي بعد للطاعان روح، يا جدي ما بي بعد للطاعان روح، يا جد قلب اخوي حسين فطر، والله يا جد قلب اخوي حسين فطر. يا جد ما مات ما حد وقف دون يا نغار غمض العيون، يعالج وحد يا جد يا جد، ولا نغار غمض ولا واحد بحلقة ما يقطر. هنا زينب التفتت إلى الحسين
تقل له ضمني وضمني يا اخويا الشمر والله ضمني يا اخويا الشمر والله انكسر قلبه ولا رحمني يا إلى انكسر قلبه ولا يا رحمني يا أهلي زينب يا أهلي يا أهلي يا أهلي هنا يا أهلي هنا يا اهلي اهل الحميه يا اخوه فاطمه خذون سبيل يا اهلي هنا يا اهلي اهلي يا الحميه يا اهلي الحميه يا اخوه فاطمه خذون سبيل اي ولو نص الدروب لحجوم يا علي اغرتهم هل ما يوم دنياهم اي والله اللي ما يوم دنياهم غرتهم غرتهم اكرام ولا يا تجف لوجات غرتهم يا طارش قلب هاشم يا طاري ايش قلب هاشم غيرتهم رضت تمشي عقيلتهم سبيل رضت تمشي عقيلتهم يا مسبيل انا يجي الموقف زينب العقيلة أم المصائب الله يساعدها أعظم مصيبة مصيبة زينب هاي المخدرة هاي اللي يقول عنها يحيى المازني جاورت علي ابن أبي طالب 20 عام بس يفصل بيناتنا الحائط سمعان أسمع من النسوان يقولون عند بنت اسمها زينب يقول لا سمعت صوتها ولا شفت طولها وحتى لو راد علي سلام الله عليه يزورها قبر جدها يطلعها باللي يزورها قبر النبي هو يقول للحسن الله الله بزينب عباس حسين ويروح قدامهم هو يخمط ضوء القناديل يطفيها يخمتها الحسن يقول له يا أبا ليش كل ما نجيب أخت زينب القبر جدها تزوره انت تسرع قدامنا تخمض ضوء القناديل تخفت الضوء ايش معنى يقول له اخاف احد ينظر الى زينب على الضياء هذا شوف هاي العفه الحشمه الحجاب نعم هاي سعاده المراه الحجاب ثوب المراه الحجاب شرف المراه الحجاب اي هاي اللي تشوفها مخربطة متحفشة مسكينة نسأل الله تعالى أن يصلح الحال والبال يا أبوي زينب فالمؤمنة المسلمة تقتدي بها الصفوة هاي وتقتدي بها زينب هاي بنت الزهراء بهالعائلة هاي الكريم اي هذا يقول كان الامام يتقدم يخمض ضوء القناة يقول خاف واحد يشوف طول زينب اسألك بالله سؤال اذا خلي يجي علي يشوف زينب يوم عاشر
يشوفه بيا ساعة بساعة اللي دحوا العسكر ينهبون وبخيامهن قاموا يحرجون. خرجت زينب العقيلة حافية القدمين تقوم وتقع بذيك الرواب وبين التلال والصيح يا حسين. وقفت على التل مصيبة كربلة كبيرة وتيجي كلها، لكن يا جماعة أنا ما يجيني غير زينب بيا ساعة بساعة اللي طلعت من المخيم حافية تركض وهي تصيح وجدة ومحمدة، وذولا يتنوعون على زينب ويصحون هاي زينب هاي اخت الحسين. ذولا السلام ما عندهم دين ولا مذهب ولا عقيدة ولا أخلاق، سود الله وجوههم ولعنهم الله ولعن من رضي بفعلهم إلى يوم القيامة. هذا وارد على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله. اجت وقفت على التل صاحت ثلاث صيحات حسين وياي ويا زينب. صار صاحب تعزية مو قاعدة الشكل، لا صح ويا زينب. زينب لما وقفت على التل صاحت ثلاث صيحات يقول ما يجاوب غير الصدى يصيح حسين الصدى يصيح حسين يا ابن أمي يصيح وياه يا ابن أمي حسين يا ابن أمي نهب رحالنا سلمونا أحرقوا خيامنا أحسين خويا طولت النومة مني أنا جي إليك والطرق ملزوم أحسين خويا حيرتني بطاحتك إشلون أجيك إشلون أعوف عن عينتك قطعت قلبي يا خويا بولتك ابني أنا جيك اللزم درب الحوم أحسين خويا يا حسين أحسين خويا شلون دلين الدرب أحسين خويا شلون دلين الدرب شلون اطر جنابي ابن ام وغروب اي والله اي اخويا عافية ظلت روح عندي وظل قلب والفلا بخيل وزلي يا مظلوم أحسين خويا شلون عالج يا مصاب يا إذا أقدر أسويها يا أبو علي إذا عندك هم عندك مشكلة عليك أمور متراكمة ترى ما يفيدك غير الحسين وتقعد بقراية الحسين، وإذا لا ما عندك هسام جبلة عليك بعد سنة سنتين خمس سنين دير بالك. ترى أولى الناس بالدعاء المعافى أكثر من المبتلى، لأن ما معلوم بيا ساعة يصك الدهر نعوذ بالله. الله يسلمكم إن شاء الله. هاي زينب صيح وياها يا الله أحسين أحسين خويا أحسين خويا شلون عالج يا مصاب أحسين خويا شلون عالج يا مصاب يا مصاب يا مصاب وش ما صحت يا حسين ما اسمع جواب شلون اصل جسمك واشاف معلوم خويا يا حسين جيت
بيتك فاجد الراس والله يا حسين جيتك فاجد الراس وينك مو يقولون اكو بعض الزلم واحد يعادل مية اي لا تحسبن الناس كلا واحدا ابدا وربما قام انسان مقام فئه الدال والذال في التصوير واحده الدال اربعه والذال سبعمائه انتم هالعدد ان شاء الله هذا عرف مولاي يضاهي مليون واحد قاعد كلكم صيحوا وحسينا ويا الحسين يا أبا عبد الله ويا زينب تقل لي يا حسين جيتك فاجد الراس ومن الرعب تتراجع فعضاي أنا جيت وعلي أعدائي توما والله يقولون هاي أم الخدر حام يقولون هاي أم الخدر هاي هاي اغتذبح الماء شرف ما ويش تقول يا ابن امه يا رجوى يا نجيا تعتذر يا نور عينا انا جيت يا اخويا جيت يا ابو علي يا اخويا ابنتك لك يا ابناي تقدر ترد يا حسين ويا هيها هاي الونة هي شفيعنا عند الحسين اي والله يا شباب شوفوا داعيكم الاقل انا على حساب هاي الونة الحسين اهتم بيها اي والله على حساب هاي الونة على الحسين والا انا لا فيلسوف ولا منظر ولا مكتشف ولا مخترع مرضت أنا قرأت هنا وفاة الزهرة بالكويت وبعدين رحت للبصرة قالت أبو بالخصيب وبعدين رحت إلى الأهواز قرأت بعبادان ليلة وبالمحمرة ليلة وقرأت بالخفاجية ثلاث ليالي الله يذكرهم بالخير هالمؤمنين اللي رحت لهم ومن ذاك اليوم صرت أحس بالتعب المهم رحت وبقيت في قم ملخص الحديث أنا صرت أتنازل يعني ما أقدر أمشي ما أقدر أتحرك ما أقدر شنو الموضوع ماذا رحت أطباء كذا دون جدوى ملخص الكلام أريد أقوله صادف يوم خميس أنا في قم الفجر قعدت صليت صلاة الفجر وكان يوم الخميس يوم زيارة الإمام الحسن العسكري عليه السلام زرت الإمام الحسن العسكري وخاطبت الإمام الحسن العسكري قلت له أنا قارئ رواية في كتاب الدمع الساكب للمازندراني يذكرها يا مولاي يا أبا محمد الحسن العسكري لأني أنا أؤمن وأعتقد الإمام يسمع الكلام يشهد المقام ويرد السلام وهو حي عند الله يرزق هاي العقيدة اللي عندي أنا أؤمن بها وأنا هاي عقيدتي ما أفرضها على الوادم تعال صور مثلي لا تسمع كيفك الباب مفتوح لمن هب ودب والميدان هم مفتوح بكيفك وين تحب طارد روح طارد تؤمن بهاي تنكرها كذا كيف ملتفت ولا بس هذا الحصر خاطبت الإمام
الحسن العسكري سلام الله عليه، قلت له قرأت بالكتاب هاي الرواية، واحد من أهل قرقان صابه مرض الخبيث وكتب لك رسالة يطلب منك الدعاء بس ما عنده طارش ياخذها، واشتد مرضه وجوا أصدقاء يشوفونك لقوا يبكي، ليش تبكي؟ قالهم عندي رسالة لو واحد ياخذها للإمام الحسن العسكري يدعو لي بلكي أطيب من هذا المرض. واحد قال لا أنا أخذها قربة إلى الله والناس بالناس، ومن قضى لي أخي حاجة قضى الله حوائجه، أنا أقضى حاجته. قال له وين كتابك؟ قال له عد راسي. طلعوا الكتاب قروه، وإذا مكتوب تحت الكتاب لقد وصلت رسالتك وفهمت ما تدعونني به إليه، وقد دعوت الله لك بالشفاء واستجاب الدعاء، وبتوقيعي هذا الذي ختمي اللي هو دون الرسالة امسح به على صدرك إنك تبرأ إن شاء الله. أنت إذا ما عندك هالعقيدة بأهل البيت لمشوالاتك وشوف لك دروب، لازم يكون عندك هذا الإيمان، بالك تطغيك الأمور ويطغيك الترف ويطغيك الغور ويطغيك تعبارك. الله أنا ما أعيش بوطن ما بي حسين، خاف برد الترف يطفي جمرتي، الثقافات نست واد الطفوف تبوك تاريخي وشموخي، الله وشمرتي الغير يذكر لو شرب كاس الخمور وأنا مو بالكاس أشرب، خمرتي بوسة العباس ياخذني الغراب، وبالعشرة أيام فز من سكرتي وأبقى خصط برناء الخدام الحسين، ولا اسم واهل جنابي أو حضرتي وانتعش لو بالحسينية تشوف ابن ويا الخدم ما أخذ شبرتي. أسألك بشرفك أحسن بالحسينية يخدم ابنك لو يشرب خمور وجايب لك مشاكل بالمخدرات والمصائب؟ على كل حال فهنا يكون عندك العقيدة. فهذا الإمام سلام الله عليه يقولون لما وضع الختم على صدره نشط من عقال. أنا هاي السالفة أسولف ويا الإمام سلام الله عليه من قم، والإمام قبره وين؟ في سامراء ذاك المكان. فهذا الرجل الله أعطاه العافية وهو ثري، عنده بساتين وعنده مسقفات وعنده عمارات وعنده كذا، عنده أموال وتكاكين. فهذا من فرحته برواحته السوى جمع كل هاي الأموال اللي يملكها وتصدق بيها على الفقراء والمساكين، وخلى عياله وأهله ببيوت أصدقائه، وبقي مفلس لا يملك شيء. وبعد عشرة أيام اجت قافلة من سامر بيها واحد يسأل على هذا صاحب القصة، خيرك؟ قال له أنت فلان ابن فلان كنت مريض وكذا والله عافاك. قال له نعم. قال له هاي رسالة وهاي صرة من الإمام الحسن العسكري. قال له هاي الرسالة قرأها. يقول قرأ الرسالة وإذا مكتوب بها أنا أشكرك وشكري لك لأنك شكرت الله بكل ما تملك وهكذا وإلا فلا. زين سويت أحسنت، تخليت من هذا المال والتفت وبقيت لا تملك شيء. أنا الآن أرسلت لك صرة بها مبلغ ولو بسيط لكن فيه البركة، ادخل السوق وبع واشتري فإن الله يعوضك أضعاف ما تصدقت به. مفهوم؟ صل على محمد وآله. أشوفكم أنتم فاهين علي. على كل حال صلوات ثانية رحمة الله والديه. أي قال له روح بالسوق بيع واشتري وراح الله يحوضك أكثر أضعاف اللي أصرفته وتصدقت به.
على الفقراء والمساكين. قلت له مولاي سيدي، وعافيت هذا الرجال من بعيد وهو ما يقدر ما ينعى على 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 جدك الحسين وعلى عمتك زينب، ويقول يا حسين جيتك فاجد الراي، ومن الرعب تتراجف عضاي، ومشيت ونعيت وكلمت الامام ونمت. بعالم المنام انا شفت كاني على باب الحسين سلام الله عليه، باب القبلة، وين ادخل يا الله، ادخل يا رسول الله، ادخل. صار مولانا بهالمكان هذا قاعد، والزوار يجون وينثرون دراهم، ذيك الدراهم اللي قبل 50 فلس في العراق. يقول انا صارت كومه يمي، فانا اخذت هذا مجموعه منها، قلت راح اذهب بشباك الحسين. وين الشباك القريب من علي الاكبر؟ علي الاكبر الباب، الشباك هذا تاخذه وتمشي عرضا على راس الحسين. انا من اقبلت للشباك انفتح شباك الحسين عن بكره ابيه، انفتح الشباك ودخلت شباك الحسين، ورأيت ذلك الشباك الذي لا نظير له ولا مثيل، ولا عين مثله نظرت ولا إذن بمثله سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقمت أقبل الشباك وقلت له دخيلك يا أبا عبد الله يا عزيزي يا حسين، واستيقظت فرح مسرور، وأيقنت أن الحسين احتضنني وأنه ما يتركني. سيد الشهداء أنا حسين جدي ما يهدني، بدين الماء بهم رحمة علي، والمرض ما برحمة لأحد، وأسأل الله أن يشافي كل مريض بحق الحسين. على كل حال أنا منطق كلام لأبو ياسر الله يحفظه ويعزه بالحبيبية في حسينية أو في مسجد ذي الفقار، أن أقرأ له 3 أيام وفاة الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه في الكاظمية. فأني هذا اللي بالي، مو بالي أنا مريض أو كذا أو ما أقدر أتحرك أو ما أقدر أقوم، خلي ولو يصعدوني المنبر وأقرأ على موسى بن جعفر، وبنفسي هاي الونة على الكاظم أريد أونها سلام الله عليه، بنفسي يكون هاي المنو وقراها بذاك المكان وبذلك المجلس. عن موسى بن جعفر أريد أنشد السجاد، من مات يا أغو الحضار عند منا العدنا، إيه أريد أنشد السجان يا أهو الحضر عنده، إيه والله أريد أنشد السجان يا أهو الحضر عنده، يوم اللي قضى حضر وهلا يوم مات وحده، آه وويلا يوم اللي قضى حضر وهلا يوم مات وحده، للجبلة يا والقبل بساعة الشدة، ومن غمض عيونه ويا وبخدمته، إن شاء الله بالمجلس القادم ليلة باشر أكمل لكم القصة والموضوع وموقف الحسين ودعاء المؤمنين وبركاته، إلو أن نتمسك بالحسين وانت ما تشوف شر أبدا، الحسين عزيز المصطفى. نعم، وقرأت أنا على موسى بن جعفر ليلة اللي سووا لي عملية أو ليلة الثانية من العملية، أم قرأت في ذلك المكان في المسجد، بس ما قرأت بالحسيني. على كل حال أعزائي، هنا أريد أختم المجلس، يصرخ اللاعب دميع مسجود،
يصرخ لنا عبد مع سجود موسى بن جعفر مات ما اسمه السلام عليك يا باب الحوائج يا موسى بن جعفر. والله أنا هسه قلبي هناك يم الإمامين الجوادين وهاي أيام وفاة الجواد وشوف الزوار يجون من كل حد من وصول. هنيئا لكم يا زوار موسى بن جعفر، التمسكم الدعاء، الله يحفظكم إن شاء الله بحق محمد وآل محمد. أي والله يصرخ الناعي بدميع مسجو موسى بن جعفر مات ما اسمه والسندي يم جنازة الحوم يحوم يصيح عليه ينادي عليه اهب لفوض ماشو السندي يم جنازة يحوم ينادى عليه يا اهب لفظ ما اشوف. اي والله امام الروافض مات هاليوم لا جن اقول تخف الهموم من الماء محروم محروم ولا بالحوافر سحقة القوم. أولا أولا يا ابو اليمة يا مظلوم يوم عقبل سبت زيان أبوك الذوم. أحمى الضائعات بعدك ضعنا بيد النائبات حسرى بوان. نسألك اللهم وندعوك بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم اكشف عنا كل سوء. اللهم وحد كلمة المسلمين وانصرهم على الكافرين واكفنا شر المخربين والذين هم يحاولون تشتيت الأمة بكلام وآخر. اللهم وفقنا للكلام الطيب الذي به نصلح به الفساد القائم فيما بيننا. إن أفضل الأعمال أيها الشباب صلاح ذات البين، أصلحوا فيما بينكم، ونسأل من الله أن يصلح حالنا وبالنا. اللهم شافي كل مريض وفرج عن كل مهموم واقضي حاجة كل محتاج ويسر أمر كل ذي أمر متعسر، ووفقنا لهذه الخدمة الجليلة وإلى من مات على الإيمان وأموات المؤسس والقائم والباذل في هذا المجلس. اللهم ارحمهم جميعا وإلى من مات على الإيمان. الفاتحة قبلها الصلوات. الإمام التاسع وعلمك إمام